نشتري تجهيزات رمضان. عاد احنا ما نشتري تجهيزات رمضان الا من اماكن غاليه ماركات وكذا تعرفون. انا عندي سمبوسه من السنه اللي فاتت بعلقها فوق سريري. التجهيز الرمضاني كرنج، انا مستحيل اشتري شيء. واو مره مميزه انت. هنوف لحظة، أنت تتفاخرين أنك تشترين من هنا؟ أنا أهلي يطلبون كل تجهيزات رمضان من أوروبا يا وجه الفقر. غريبة، ما أذكر أن حطلب رأيك. دخلني الباب. ما قلت أشتخلك، قلت ما طلبت رأيك. يا حليلكم يا الطبقة الكادحة، تشترون ما أدري تطلبون. إحنا تجي شركة عالمية لبيتنا تجهز لرمضان كل سنة مرتين، بس رمضان مرة واحدة في السنة. هي الطبقة الكادحة مثلكم يجيها مرة واحدة بالسنة. هي أنت ليش حطتني بنفس الجملة مع هذول المنتفين اللي ما عندهم فلوس؟ فلوس؟ سمعت عن فلوس؟ في فلوس؟ إيه بمكتب المديرة، روح الحقي بسرعة. للمعلومية ترى ما يهتم بتجهيزات رمضان إلا المبزرة، مرة كرنج. عادي يقول إن ما عندك فلوس وبس. لحظة أنا ما عندي فلوس. حمسة أنزل أغنيتي. جهانة تعالي، تذكرين يوم أوريك صورة منجم الذهب اللي تحت بيتنا؟ لا ما أذكر. شفتي حتى جهانة تشهد إني غنية، أصلاً الفقر كرنج بطلوه. أنا ابنكم بنات، روح أغسل فمي عشان كلمتكم فيه. اشتبي ذي، عائلتي أغنى من عائلتها ب300 مرة. وين أختك ترى قيمة الإنسان بقلبه مو بفلوسه. شوفيني كيف أنا متصالحة مع نفسي وسعيدة، ما ودك تصيرين زيي. إذا السعادة ريحتها وشكلها كذا ووفريها بجيبك. هنوف، اليوم اللي كنتي تدربين عشان طول السنة جاء، لا تخيبين ظني. افسحوا الطريق. اسمعي، المكان زحمة، لازم نتفرج ونجمع كل الغنايم. حاضر يا سعادة الوالدة، اعتني بنفسك. لو ما رجعت انت بتكونين قائدة البيت. لا تقولي هذا، ستعودين ولن يقود البيت غيرك. خلي الحق على القلاية الهوائية. وين قسم التخفيضات على الاشياء الرخيصة؟ وجه لمنين طلعت؟ يا رب انها ما شافتني. اكيد هنوف شافتني. بس لحظة، هي ليش جاية؟ يا الخراطة، طلعتي زي تشترين من هنا. يا الخراطة، طلعتي زي تشترين من هنا. خلت الطاولة عليها وقولي اني شفتها من برا وجيت اتأكد انها هي. بش الله هنوف، وش قاعدة تسوين هنا؟ شفتك من برا المحل ودخلت اتأكد. كهر، سرقت تصريفتي. لا، أنا جيت المحل هنا عشان أشوف كيف الطبقة المتوسطة عايشة. حلوة التصريفة، ممتازة كملي. وأحس بآلامهم وفقرهم عشان رمضان جاي يعني. لحظة، مو بهذه خويتك أم كرنج؟ هو رهف، وش جايبك؟ وبنتي تقولين ما تتقضين رمضان؟ إيه بس من قال إني جيت أشتري. أجل الوش جاية؟ أنا جاية أسرق. بس السرقة حرام. من جد؟ زين علمتيني. أجل خلاص، شكلي بشتريها، وش أسوي؟ بس أنت تقولين كرنج إنك تشترين رمضان. هنوف، أمي ما طلعت من المستشفى من 9 شهور وناوية زين غرفتها بالمستشفى عشان تعيش الأجواء معنا. أوف أسفة، ما كان قصدي، ما دريت. خلاص مو بمشكلة، حصل خير. هي يما لقيت فوانيس الجنة نقر فيها الجيران. استغفر الله، تكذب زي السلام عليكم. على أساس إحنا طالعين منها؟ زي ما قلت لك، أنا جاية هنا أشوف الطبقة المتوسطة زيها وأفهم معاناتهم. وأم هنوف، لقيت طلق مصحون 40 حباب 5 ريال. كان في زوجين بيأخذونه قبلي، بس أقنعتهم يتطلقون وأخذت بدالهم. والله إني عارفة. أحلام حبيبتي، لقيت لك زنوبات بريال، صح غالية بس تكسرهم عليها. إيش رأيك نعقد اتفاق إن اليوم هذا ما صار وما نقول لحد إننا شفنا بعض؟ موافقة، تم الحذف. لا صدق، يعني طلعت تتكذبون من هنا. انا عارفه انكم وجيه فقر، بس مو بهذه الدرجه. وانت ليش جايه هنا حضرتك؟ حبيبتي، هذا محل من سلسله محلات يملكها ابوي، جايه اشرف على الوضع ولقيتكم. علا يا بنتي، وش للمحل الغالي؟ خلينا نروح نتقضى من الجمعيه الخيريه. زي ما اتفقنا يا حلوات قبل شوي، راح نعتبرها اليوم ما صار.